مرحبا بكم، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم جدا يا أصدقائي. اليوم هو الجزء الأخير من قصتنا، أشعر بالأسف، ولكن هيا نستمع جيدا لآخر الحكاية. لذلك ما رأيكم في أن ننطلق مباشرة مع أصدقائنا في رحلة القصة؟ وصلوا للبيت الذي فيه يعيش الطفلان، بيت أحمر جميل في وسط الغابة. شكرا جزيلا لدعوتنا في هذا البيت الجميل. شكرا لكم لأنكم جئتم معنا، تعالوا لنلعب معا كثيرا. الدب في البداية كان وحيدا، ولكنه لم يعد وحيدا الآن، أصبح لديه الكثير من الأصدقاء. هكذا نعم، وصلوا البيت الذي يسكنه الطفلان. إنه بيت رائع وسط الغابة. ما رأيكم في رسم هذا البيت معا؟ هيا نرسم السقف ذو الشكل المثلث أولا. لنرسم مثلثا كبيرا هكذا، ثم نرسم الأعمدة أسفله هكذا لأسفل، وهكذا للجانب. نعم، هكذا انتهى العمود المستطيل. ثم هيا نرسم الشباك. نرسم شباكا مربعا، وبجواره نرسم شباكا آخرا مربعا أيضا. ومن الجيد أيضا أن نرسم إطار الشباك هكذا، وهكذا أيضا من أسفل لأعلى. رسمنا الباب على شكل دائري، ثم رسمنا مقبضه هكذا بشكل صغير، ثم نرسم المدخنة بشكل مستطيل هكذا بجانب السقف. ولأنه بيت في وسط الغابة، فهيا نرسم بعض العشب. هل تتذكرون كيف رسمنا السحب؟ سنرسم مثل هذا الشكل بجوار البيت لنملأ حوله بالعشب. هذا يكون كله عشبا، وفي الأسفل أيضا. والآن هل نبدأ التلوين؟ نلون السقف باللون الأحمر. وشكل السقف ليس واجباً أن يكون مثلثاً، يمكنكم رسمه بالشكل الذي تحبونه. لترسموا بينما تتخيلون بيت جميل تتذكرونه منذ رأيتموه وأنتم تتجولون. ويمكنكم الرسم من مخيلتكم عن البيت الذي تودون العيش فيه. هكذا لوننا السقف باللون الأحمر، ونلون العمود الذي أسفله باللون الأصفر. البيت الذي فيه حوائط صفراء مع سقف أحمر يكون رائعاً.
أتساءل عن البيوت التي ترسمونها. حاولوا أن ترسموها بشكل جميل. هكذا لونت كل الحائط. ثم الباب، هكذا نلونه باللون البرتقالي. صحيح، هكذا لونته كله. ونلون المقبض باللون الأزرق. وهيا نلون الشبابيك باللون السماوي. ثم نحاول جعل إطارات الشبابيك بشكل واضح أكثر. ثم نلون المدخنة باللون البنفسجي. صحيح، هيا نرسم الدخان المتصاعد بشكل دائري من المدخنة. هكذا هو شكل خروج الأدخنة من المدخنة. ثم نلون العشب. كالمرة السابقة، نلونها بإمالة لون الشمع على جانبي. سنبدأ التلوين من الجزء العلوي. يوجد عشب بعيد، صحيح؟ نبدأ بالتلوين بداية من العشب الذي يبدو بعيداً. ثم بعده نلون العشب القريب ثم العشب الأقرب بالترتيب. وليس واجبا كسر الألوان هكذا. فقط نميل القلم على جانبه ونبدأ بالتلوين بداية من العشب الأبعد ونقترب حتى نصل للعشب الأقرب ليبدو كأنه بيت في الغابة. وفوقه يمكن أن نلون باللون الأصفر. هكذا يكون أفتح قليلاً. يمكنكم تلوينه بالطريقة التي تريدونها للعشب. يمكن أن تجعلوه غامقاً أكثر لتعبروا عنه وكأن رائحته تفوح هكذا بشكل رائع.
يبدو حقا أنه يمتلئ بالرائحة الزكية. والآن يا أعزائي، اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ رسمنا البيت الذي يسكنه الطفلان. هيا أنتم أيضا حاولوا رسم منازلكم. يمكنكم أن تحاولوا رسم المنازل التي تتمنون العيش فيها. صحيح يا أصدقائي، ما هو سبب كون الرسم شيئا جميلا؟ لأنه يمكننا الرسم بحرية تبعا لما نريد. لذلك يمكنكم الرسم كما علمتكم، ولكن هذا ليس واجبا، حيث يمكنكم الرسم بشكل آخر. ارسموا فقط كما يحلو لكم. نعم يا أعزائي، اليوم هي المحاضرة الأخيرة، ولكن لا تشعروا بالأسف. سأرجع لكم مرة أخرى بقصة أكثر إمتاعاً وبرسومات أجمل. إذن هل نتطلع للمرة القادمة؟ نعم أصدقائي الأعزاء، يا من هم كالكنوز، حتى لقاء آخر. مع السلامة.